السلام عليكم ورحمة الله. هذه منطقة أسول التي دحض فيها أيت مرغاد المستعمر الفرنسي، أخرجوه بكل بسالة وقوة. مسلما كما أتاه غير واحد ليسلم، ففتحت مكة للرسول ولم يقع فتح سوى القليل، وأرسل النبي في كل اتجاه لهدم عزى وسواع ومنى. ثم مضت سرية عظيمة تدعو إلى الله بني جزيمة، وقد تبرأ النبي مما صانع خالد بهم واغتم. الجبال التي يختفي فيها المناضلون الذين دحضوا المستعمر الفرنسي. ولم يستطيعوا الثبات هنا، لم يستطيع المستعمر الفرنسي الثبات هنا لوعورته. حارب أجداد هؤلاء حتى أخرجوه. كثير من المواجهات
كانت الغلبة للمجاهدين المغاربة الذين ضحضوا المستعمر الفرنسي. هذه المنطقة تسمى بمنطقة أيت مرغاد، قبائل أيت مرغاد معروفة بالبسالة، معروفة بالبسالة. أمة النبي.